هو الرب صار لي خلاصا مقدسا، لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. طبعا
سمى القدس ده باسمه موسى، لأن موسى هو المشرع اللي اليهود شافوه عليه، هو اللي سلمهم الوصايا، وهو اللي كان قائد لهم في أول رحلة في الخروج من أرض مصر. فابتدى رب المجد يقول لهم خلي بالكم، على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون. وبعدين يقول لهم إن الكتبة والفريسيون يحبون المتكئ الأول في الولاية والمجالس الأولى في المجامع. من ضمن الذات ومن ضمن الكبرياء اللي عند الكتبة والفريسيين يدبروا أنا أنا في الأول أو أنا أقوى في الأول، ده كان الفكر بتاعهم. وبعد كده يقول لهم والتحيات في الأصوات، وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. يحب الناس لما يشوفوهم في الأصوات وفي الشوارع يسلموا عليهم باحترام جزيل وطلبوا يخاطبوهم يا سيدي ويا سيدي. لكن رب المجد يسوع المسيح علشان يرد على الحرب دي قال لهم ايه؟ اخبركم يكون خادما لكم. رب المجد جاب الايه دي او جاب الجمله دي في المدينه القديسه واصحاب الرب. يوم خميس العهد كان رد العمل على حرب الذات او حرب الكبرياء خدمه غسل الارض من المسيح. رب المجد قال لهم اخبركم يكون خادما لكم. طبعا التلاميذ كل مؤمنين كبيرهم المسيح بيقول المجد. وابتدى المسيح بيقول المجد يقوم عن العشاء ويخلع ثيابه ويتمطر في المنشفه ويصب الماء في المكسر، وابتدى يغسل ارض التلاميذ لدرجه ان في عصا على الرجال في نفس العهد. العصا دي بتقول ايه؟ بتقول فلنستحي الآن يا إخوتي من الذي تألم عنه، ولنخف من الذي اشتد بالمنديل وصب الماء في مصر وغسل أرض تلاميذه بيدين طاهرتين، ولنصنع ثمارا تستحق هذا الاقتدار العظيم الذي صار فيه من أجله. أول حرب في طريق الآلام المسيح بيقول المجد نبه بها تلاميذه هي حرب الذات والكبرياء. وكان الرد على الحرب دي ان رب المجد جعل عند رجليهم وغسل اقدامهم الواحد تلو الاخر. الحرب الثانيه اللي كانت في طريق الالام هي حرب الضعف البشري. على مدار وحده التجسد المسيح في كل المجد كان بيشوف ضعف التلاميذ وكان بيحاول يصلح ويقوم الضعف اللي كان فيه. عشان كده رب المجد ادى تعاليم كتير قوي للتلاميذ. يوم احد يعلمهم ازاي تكون قلوبهم وازاي يكونوا فاهمين وواعيين للكلام والتعليم اللي بيقولوا لهم على عدم فهمهم لمثل الزارع. لما المسيح يقول المجد اتكلم بمثل الزارع وسط ناس يجي التلاميذ على جنب يسال المسيح بيقول المجد بس بدا مثلا الزراعه. فضل رب المجد يقول انتم من اغفل من غير كاشف، يعني المفروض انتم تكونوا فاهمين معنى كلامي ان انا اقصد عمل الكلمه ذات قلب الانسان. لكن لما ينتهي المسيح بيقول المجد يتكلم على ضعف التلاميذ ابتدى يقول لهم كلكم تشركون فيك في هذه الليله. ابتدى يتكلم معاهم على ما هيحصل معاه في طريق الالام. كلمه كلكم تشركون فيك في هذه الليله وتتركوني وحدي وكل واحد منهم يمضي الى خاصته. يعني كل واحد منهم بالطريق بتاعته او كل واحد يشوف اي طريق يقدر يهرب منها في لحظه القبض على المسيح في كل المجد يجري. وانطبقت على المسيح في كل المجد وسط المعصره وحدي ومن الشعوب لم يكن معي احد. كلمه المعصره المسيح فيها بالاستاذ الاستجابه. يعني الاستجابه معناها معصره الزيت او معصره الزيتون. المسيح في كل المجد لما جه يتكلم على ضعف التلاميذ اداهم حاجه معينه كانت تتبقى على ضعف. الحاجة
وبعد كده قال لهم قال في الجواز من ياكل جسدي ويشرب دمي يحيا الى ايه؟ يحيا الى الابد. وانا اقيمه في الجواز. فالمسيح في كل المجد لما كان من تلاميذه عن ضعف البشري اللي هيكون في ليله الالم اللي هيكون في ليله الجمعه العظيمه كان اداهم الرد على الضعف ده. فالرد كان في امتحان المسيح في كل المجد. الرد كان في جسد الدم لان قبل كده هو جنه عنه انه ان هيتحد به يحيا الى الابد. وان يتحد المسيح في كل مجد هيثبت في المسيح. المجد المسيح في كل مجد كان بالنسبه للتلاميذ مصدر قوه. عشان كده لما كان يقول روح اسال التلاميذ كان يقول دايما على المسيح في كل مجد. لما اليهود روح يقول اسال القديس بطرس اما يوفوا عليكم من تعبان؟ الكلام ده بره البيت اللي كان قاعد في رب المجد. اول ما يدخل رب المجد يقول خلي بالك وما حصل معاك واحد اثنين وثلاثه اصطاد سمكة هتعمل اصطادا تدفعه عن الواحد. عشان كده لما يجي قديس يوحنا الذهبي فهم يتكلم لك عن سر قوة الافخارستية لما احنا نتحد بالمسيح. يقول ايه؟ يقول لنعبد هذه المائدة يقصد جسد ربنا ودمنا. لنعبد هذه المائدة كأسود تضرب فينا نار المحبة وترتعد من الشياطين. تخيلوا اللفظ ده في سبحان الله كيف بيتكلم عن الدواء. المفروض الطالع من الدواء وطالع تحت من المسيح دي كل يوم هيخاف من ايه؟ المفروض مفيش حاجة. خلي بالكم الاتحاد بالمسيح معناها اتحاد بالحياة. أكثر حاجة تخوف الإنسان في الدنيا هي سر الموت. فلما المسيح يتحد بينا ونكون إحنا متحدين بالحياة الموت هيخوفنا من إيه؟ ده سؤال المفروض الواحد فينا يسأل النهارده. حرب تالتة جرت في طريق الآلام هي حرب العزلة. والمقصود بحرب العزلة معناها الانفصال عن المسيح في كل المجد. يهوذا الإسقريوطي. يهوذا الإسقريوطي عشان سلم دماغه سلم ودانه للشيطان وسلم فكر جنبه للشيطان كان دايما يشوف الشيء أهلا للمسيح في كل المجد. يهوذا الإسقريوطي شاف إن قارورة طين مرادين خالص كثير الثمن أغلى من المسيح. شاف المرادين من الفضة أغلى من المسيح. عشان كده قدر الشيطان يفصل يهوذا الإسقريوطي ويخليه بمعزل عن المسيح. مع العلم يهوذا الإسقريوطي كان مع المسيح في شغل البلد في الاستقرار. بيسمع وبياكل معاه ممكن كلمات في الحته اللي موجود فيها كان يصنع آيات مرتبة لكنه كان منفصل. خلي بالكم ممكن يكون ده حدث موجود في الكنيسة. بتيجي الكنيسة لمدة ساعتين ثلاثة وبعد كده بعد ما تطلع زي ما يقول. كان الرد على الحرب دي صلاة المسيح في كل المجد الوداعية أو الصلاة الشفاعية أو الصلاة الأخيرة أو أطول صلاة طويلة المسيح في كل المجد صلاها في رحلة الكنيسة. ابتدى المسيح في كل المجد يتكلم في صلاته عن تلاميذه وعن اللي كان في عزلة. يقول الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك اليتيم المتعب. وخلي بالكم صلاة الصعب المسيح في كل المجد استعظم على يهوذا الإسقريوطي لما قال عنه ابن الهلاك. أول مرة رب المجد يستخدم لفظ الصعب
فيسبوك زي ما انا متحد بيه وسكتنا معروفه ان هي واحد، خليكم معايا لانه متحدين في الاهل. ولما يجي مره تاني يتكلم عنهم قدام الله تبارك اسمه قدام الله بقى بيقول له ثلاثه: لست اسالك ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم منين؟ كان رب المجد يسوع المسيح بيتكلم ان ساعتكم لم تاتي بعد، لحظات استشهادهم لم تاتي بعد، بل تحفظهم منين؟ من الشيطان. فمقرار العدو يكفي يركز على صلاته. فحرب العقدة الطريق الى الالام للمسيح بيكون المجد رد بيها او قدم بيها سلاح صلاه الشفاعيه لاجل تلاميذه. حرب تاني او حرب رابعة كانت في الطريق الى الالام هي حرب التهاون. والتهاون المقصود به التلاميذ. التلاميذ شافوا المسيح ليه كل المجد، ان هو كان بيخدم وكان بيكرس بملكوت الله وكان ينفرد في الجبل المقدس. وشافوا المسيح ليه كل المجد وهو بيتكلم معاهم لما قال لهم: ما دام نهار ينبغي ان اعمل. طالما في وقت للعمل ووقت للشغل لازم ايه؟ لازم اشتغل. يعني ما ينفعش اتغاب او ما ينفعش اكسل. رب المجد يسوع المسيح لمع لتلاميذه كانت ملامه شديده لابعد الحدود. كانت ملامه ضد التلاميذ في مستوى الاستناد. ليه؟ الليله الاخيره المسيح في كل المجد والكام ساعه اللي فضلهم في رحله التبسط وكانوا عشمان في التلاميذ ان هم يكونوا معاه او يكونوا حواليه. لكن للاسف التلاميذ بيسيبوا المسيح في كل المجد ولا ايه؟ ويناموا. يرجع المسيح في كل المجد بعد اول مره يصحيهم. ابتدى يتكلم معاه وبعد كده يرفع صدره. الكتاب لما يجي يتكلم يحطني لكنها كلمه غريبه: عيونه كانت ثقيله. مع العلم ان الناس دي متعوده على الصخر، تلاميذ متعودين على الصخر. ودي كانت الكلمه اللي القديس بطرس قالها للمسيح في كل المجد: تعبنا لن نقول له ولم نستطع ايه؟ يعني انتوا ناس متعودين على الصح. عشان كده يجي رب المجد يعاتبهم على تهاونهم معاه، على عدم تلاميذهم لي في ليله تلاميذ. أهكذا أما قدرتم أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ يعني انتوا مدربين تقعدوا معايا إن شاء الله ساعة تسندوني فيها أو أحس إن انتوا فعلا معايا؟ المرة الثالثة يجي المسيح بملامة شديدة لأبعد الحدود: ناموا الآن واستريحوا، هو ذا الذي يستريح قد أتى. من بعد كده مش حارس حاجة. خلي بالكم لما رب المجد جاب الكلمة دي معناها إن المشاعر الإنسانية وصل للكلمة اللي جالها المخلع اللي عنده ابن بيتخزر: ليس لي انسان. واحد ممكن يقول ده رب المجد هو عاوز من حد ايه؟ لا، هو عشان خاطر في الجسد كان شعر باحساسات الجسد، ودي مشاعر انسانيه مش ضد الله تبارك اسمه. اما هو كان بياكل وكان بيشرب وكان بيكتئب وكان بيتهلل بالروح وكان بينام. عشان كده لما يجي يرد رب المجد على حرب تهاون التلاميذ عوض بصلاته. ازاي؟ لما يجيبوا عن القديس لوكا يجي يتكلم عن صلاة المسيح في كل المجد في بستان جسماني يقول عنه ايه؟ وكان يصلي باشتياق.
جاثية على ركبتيه. كلمة كان يصلي باشتياق معناها ان هو كان بيتكلم حد لك. ليه؟ محدش معاه، محدش سمع، محدش سمع من الناس. وصار عرقه وقطرات دم نادبة على الأرض. تخيل في اللحظة الزمنية رب المجد يسوع المسيح عرقه يصير قطرات دم نادبة على الأرض. من كثر الضغط النفسي اللي كان فيه تحت جلد الإنسان الطبيعي في شعيرات دموية. الشعيرات الدموية من كثر الضغط النفسي اللي كان فيه لما انفجرت بتاع العرق بيطلع زي ايه؟ لونه أحمر زي الدم أو نقاط الدم. أحيانا لما تيجي تتكلم على الإنسان اللي بيوصل للدرجة دي يقول لك لو حطيت إيده أو صلعك على جلده عرق. لمجرد أن تلمس الجلد في اللحظة اللي زي دي صار في أهش درجة. المسيح في كل المجد وصل للدرجة. بس عرض ذهابه للتلاميذ أنه جلس على ركبتيه وكان يصلي باشتياق إلى الله. عشان كده الكتاب لاحظوا إن في الليلة دي أتى ملاك من السماء للطبيب ويقول قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي لا يموت أو يقول لك المجد والبركة والعزة. وده كان المقصود بكلمة الطبيب. حرب أخيرة كان المسيح في كل المجد رد عليها في الأسبوع الأخير هي حرب الضروس ضد الموت. وحرب الموت دي كانت حرب قوية ضد المسيح. مرة من المرات كانوا عاوزين يزوروا المسيح في كل المجد من فوق الجبل. لكن الكتاب في الإنجيل القديس يوحنا يقول ثم انصرف عنهم وتركهم ومضى. فحرب الموت لما يجي للضغط عليك في البستان رب المجد يسوع المسيح جابهم على اللي عملوه في ظهره بس بموجز. جابهم كل يوم كنت معكم في هذا المعلم ولم تدخل علي الايات. لكن هذه ساعتكم وشيطانكم. عشان كده هم داخلين يقضوا عليه في البستان لان لا ياخدوا حد تاني. وخاصه ان البستان كان مليان اشجار الزيتون وكان من السهل ان الانسان يخرج. على فكره كلمه البستان مش معناها زرع صغير. كلمه البستان معناها جنينه كبيره مليانه بالاشجار مش معناها حديقه صغيره. والدليل على الكلام ده ان التلاميذ كانوا يخرجوا. طبعا لو مكان صغير مش هيقدروا يهربوا كلهم بسبب ان التعامل هيكون من باب واحد. لكن المكان ده يدينا ان هو كان مساحه كبيره للتعامل، ما كانش مساحه صغيره. فكانت العلامه ان يهوذا الاسخريوطي الذي مقابله هو هو. فده المسيح كل ما يسلموه على يهوذا يا صاحب. وخلي بالك من كلمه يا صاحب دي عند اليهود دي بتتجاد بملامة اللي يكون مقرب ليك. يا صاحب أرجوك لا تسلم الموت. فحرب الموت دي رب المجد قال لليهود ساعتكم وشيطان الظلمة. يعني انتوا شغالين تدبروا في الحكاية اللي زي دي بقالكم كام يوم شغالين تعملوا مؤامرات عشان تيجوا تقضوا عليهم. لكن لما يجي المسيح في كل المجد يقف قدامه في لفظ سلطانتي وقال له الا تعلم ان لي سلطان على الكره او على الثقه؟ قال له خلي بالك لم يكن لك علي سلطان حتى ان لم تكن قد اعطيت من فضلك. ولكن
الذي أسلمني إليك له خطية عظيمة. فابتدى يوضح بمناقص الموت خلوالك في البلد كده، أنا اللي جايبك برجلي الميت عندك. مش أنت اللي جايبك، أنا اللي جايبك برجلي الميت عندك. مش أنت اللي جايبني. يعني إيه معنى الخلوالية؟ لما المسيح بكل المجد جه في الخميس الكبير يقعد يعرف القصة مع التلاميذ، في كلمة كده بتقال في النص: ولما أتت الساعة اتكأ يسوع مع التلاميذ. في بداية خدمة المسيح بكل المجد في عرس قانا الجليل قال العذراء مريم: لم تأتي ساعتي بعد. وفي الخميس الكبير بيقول عنه: ولما أتت الساعة، الساعة اللي كان بيتكلم عليها في الأول ما كانتش مستمرة. ليلة الجمعة الخميس بالليل خلاص الساعة كانت. عشان كده لما يجي الملائكة يكلم دائرات القبر قالوا لهم كلمة غريبة، قالوا لهم: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ما هو، لكنه إيه؟ بس كما قال. كما قال. خلي بالكم من كلمة كما قال. مفيش واحد يقدر يقول أنا هموت وأقوم إلا اللي ماسك عمره أو حياته بإيده، البلد كده، أو سلطان حياته في إيده. كلمة كما قال دي قالها للتلاميذ وقالها لبيلاطس. لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها أيضا. وخلي بالكم الكلام بتاع لي سلطان أن آخذها أيضا، واحد بيتكلم بقوة، واحد بيتكلم بسلطان، لأنه عارف كويس المسيح ليه كل المجد. اللي لما يجي يسلم الروح مين اللي هيكون حواليه؟ مملكة الشيطان. ليه؟ في القصة مكتوب: وأي إنسان بينتقم دم الصليب ما كانش ليه مكان واحد غير الكحيل. عشان كده لما يجي القديس بطرس يتكلم على ما كان بعد صليب المسيح لكل المجد وبعد ما سلم الروح، كان ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. رب المجد راح للجحيم واسترد كل النفوس البارة اللي رقدت على رجاله. فكلمة لما أتت الساعة اتكى يسوع مع تلاميذه كان بيتكلم كما له سلطان أمام بطرس البطي، لأنه عارف كويس إنه هيحط نفسه وهيسترد عليه. عشان كده لما يجي قديس يعقوب السلوكي يتكلم عن قوة المسيح المصلوب يقول ثلاثة: مبارك هو المقتول الذي أعطانا الحياة بصلاته. مبارك هو المقتول الذي أعطانا الحياة بصلاته. لو نيجي طبعا بنصلي القداس الروحي نكلم المسيح دي كل المجد على حكم الموت، نقول له: حولت لي العقوبة ايه؟ خلاص. دي بعض من الحروب اللي المسيح دي كل المجد اجتازها في طريق ألامه في الأسبوع الأخير. حرب ذات رد المجد رد على الحرب هي بفيلم غزل الأرجل، حرب الضعف البشري المسيح دي كل المجد رد عليها بصلة الفلسطينية، حرب العزلة رب المجد رد عليها بصلاة الوداعية، حرب التهاون بالنسبة للتلاميذ رب المجد رد عليها بقوة الصلاة، وأخيرا حرب الموت والمسيح في كل المجد رد عليها بالصليب بدمه الطاهر المسيح على العرب الإسلام.